شكرا يا ابو الثاني سم. في حديث الاستخاره نعم. فيها يقول اللهم ان كنت تعلم ان في هذا الامر في هذا الامر خير لي فيسره لي، وان كان فيه ليس فيه لي فيه خير فصرفه عني. انا سؤالي كلمه ان كنت تعلم، الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون. طيب استفسر عن هذا الشيء والذكاء مثل ما قلت. شكرا إلى سؤال الأخ أبو خالد من الرياض عندما سأل عن حديث الاستخارة وأنه في إن كنت تعلم، يقول هذه الكلمة إن كنت تعلم، والله سبحانه وتعالى يقول عليم خبير بكل شيء. ما هم يشك في علم الله، يشك في كون هذا الأمر يصلح له وما يصلح له. نعم.